السابعة والنصف الآن في استديوهات قناة سهيل الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. وزير الداخلية: الشعب لن يرحم من يسعى إلى عرقلة مسيرة الوطن. جهود في الحديدة لمحاربة التهريب وحملة في المحويت لإنهاء التقطعات. بداية النشرة استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قال وزير الداخلية اللواء الركن دكتور عبد القادر محمد قحطان أن الشعب لن يرحم كل من يسعى إلى عرقلة مسيرة الوطن وإفشال الحوار، وأن رجال القوات المسلحة والأمن على أهبة الاستعداد لتنفيذ واجبهم الوطني في التصدي لمثيري الفتن والسير بالوطن نحو مستقبل زاهر. جاء ذلك أثناء تدشين فعاليات العام التدريبي والعملياتي والإعداد المعنوي 2013 لجميع الوحدات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في معسكر الأمن المركزي بصنعاء. وحث الوزير قحطان منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية على مزيد من الاستعداد والجاهزية والعمل على توفير المناخ الملائم لعملية الحوار الوطني المرتقب. حددت اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل مدة 10 أيام لاستقبال جميع الترشيحات من مكونات النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني ابتداء من صباح اليوم الخميس ولمدة 10 أيام. تبذل السلطات الأمنية بمحافظة الحديدة جهودا كبيرة في مواجهة عصابات تهريب الحشيش والمخدرات والخمور، وهو ما مكنها من إحباط عدد من محاولات التهريب. نتابع المزيد في سياق التقرير التالي. هي النار التي تلتهم بحرائقها النسيج الاجتماعي لتتلف العقول والأبدان والأجيال والشعوب. إنها المخدرات التي تحاول العصابات تهريب أطنان منها عبر المنافذ البحرية والبرية بمحافظة الحديدة، وهو عبارة عن ما يساوي 2 طن من الحشيش الذي يهرب إلى دول الجوار، وهذه الكمية تصل قيمتها إلى 6 مليون دولار. طبعا واليقظة الأمن هي التي استطاعت أن تضبط مثل هذه الكميات الكبيرة. يقظة الأجهزة الأمنية بالحديدة شكل أحد أهم العوامل التي أسهمت وبشكل مباشر في ضبط عشرات المحاولات من التهريب الجماعي والفردي من المخدرات والخمور وإحالة مرتكبيها إلى القضاء. وإن هذه القاطرة السموم التي فيها هي للمواطنين، يجب علينا أن نقاوم مثل هذه السلبيات الموجودة والمخدرات وهذه الخمور بشتى الأنواع، ونحن سوف نبني دولة النظام والقانون. هذه أخطر أنواع المخدرات التي ضبطت في حاوية سكر بميناء الحديدة والتي تتلفها الأجهزة الأمنية بإشراف من السلطة القضائية والسلطة المحلية، تعد خطوة مسؤولة لمكافحة المخدرات وإيقاف المحاولات الجهنمية لعصابات التهريب إدخالها من وإلى اليمن. كمية الحشيش التي تلفت تعادل طنين من الحشيش بما عادل قيمته 546 مليون ريال يمني. الكميات معظم الجناح موجودين في السجون في النيابات الذي ضبطت بحوزته. كم عددهم يا فندم؟ محاولات التهريب تنوعت وتعددت أساليبها حتى ولو كانت في علب العصير كما في هذه الصورة. وهنا دعوة لكافة أفراد المجتمع من التعاون مع السلطات الأمنية لمواجهة هذه الجرائم القاتلة. في بعض النقاط الأمنية أثناء ما يضبطوها هم مش عارفين أي شيء محتواها، أي شيء محمل بيقول لا عصير، والثاني بيجي يشوف كراتين عبارة عن كراتين بل يشوفها الإنسان العسكري ما هوش عارف أي شيء. حشيش ومخدرات متنوعة وخمور يتم ضبطها بين الحين والآخر، لكننا لم نسمع عن تقديم أي متهم إلى العدالة لينال جزاءه الرادع. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة.
نفذت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت حملة لتأمين خط طريق المحويت صنعاء وإنهاء التقطعات، وتضم الحملة الأمنية أطقم عسكرية ومدرعات بهدف التطبيق الحازم للقوانين ومنع قطع الطرقات والقبض على المطلوبين أمنيا. وشددت اللجنة الأمنية بالمحويت في اجتماعها على رفع درجة الجاهزية الأمنية لمختلف الوحدات الأمنية العاملة بالمحافظة والمديريات من أجل فرض الأمن والاستقرار والقضاء على الأعمال والأنشطة المخالفة للقانون. نظمت منظمة خلود لقاء موسعا لأسر وأقارب شهداء ثورة 11 فبراير في محافظة تعز، وعبر المشاركون في اللقاء عن رفضهم لمشروع قانون العدالة الانتقالية بصورته الحالية، مطالبين بسرعة سحب المشروع من مجلس النواب وإنصاف الضحايا. أسر الشهداء عبرت عن رفضها للتعويضات أو الديات، مؤكدين حقهم في مقاضاة الجناد لينالوا جزاءهم العادل. دشن وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور اليوم الخميس قلع أشجار القات واستبدالها بشتلات لوز في منطقة العروس ببني مطر بمحافظة صنعاء، ويأتي التدشين في إطار برنامج الوزارة لنشر زراعة أشجار اللوز وإحلالها بديلا عن زراعة القات في مختلف مناطق زراعته بمحافظة صنعاء، كآلية لتشجيع المزارعين للتوجه نحو زراعة المحاصيل الغذائية وتقليص زراعة القات التي أصبحت مشكلة تهدد باستنزاف المياه الجوفية. وأكد وزير الزراعة أن تدشين قلع أشجار القات في منطقة العروس يأتي استجابة لرغبة الأهالي في تلك المنطقة. تحت شعار حل الشتاء وسوريا بحاجة إلى الخبز والغطاء، دشنت شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية حملة إغاثة للشعب السوري، وأطلقت الشبكة نداء إلى كافة المنظمات الأهلية للتفاعل مع الحملة التي أطلقتها اتحاد المنظمات الأهلية في تركيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشبكة الظهر اليوم في توقيت يتزامن مع انعقاد عدة مؤتمرات صحفية مشابهة في 14 دولة إسلامية تشارك في الحملة بهدف تخفيف في المعاناة ومصاعب الحياة عن الشعب السوري في مخيمات اللجوء وفي الداخل وتوفير مستلزمات فصل الشتاء. احتفلت جمعية الأقصى بالذكرى 22 لتأسيسها ومناسبة حصولها على شهادة الجودة العالمية الشاملة الأيزو من قبل الشركة العالمية ASR. وقال رئيس الجمعية في اليمن الشيخ عبد الله عمر الحطامي أن حصول الجمعية على شهادة الجودة يعتبر تتويجا لجهودها الدؤوبة في مشاريعها المتمثلة بالمشاريع الصحية والإنسانية والإغاثية والتعليمية والتنموية على أرض فلسطين، مشيرا إلى أن سياسة الجودة بالجمعية تقوم على التزامها بالعمل المؤسسي ومبدأ الشفافية. أقام قطاع كفالة الأيتام بجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية الملتقى التدريبي السنوي لمسؤولية البرامج والأنشطة في الفروع. تناول الملتقى كيفية الاهتمام بالأيتام ورعايتهم العمليات الكبرى والصغرى التي يحتاجها اليتيم. نظمت نقابة البساطين والباعة المتجولين والأسواق لقاء موسعا لرؤساء وأعضاء اللجان التحضيرية في المحافظات ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية بأمانة العاصمة، وذلك لمناقشة أوضاع النقابة في ظل المتغيرات الجديدة ودورها في مؤتمر الحوار الوطني والمطالبة بنسبة تمثيل عادلة في لجنة الحوار يتناسب مع حجم العاملين في المجالات المذكورة في كافة محافظات الجمهورية. وبرعاية من صندوق تنمية المهارات اختتمت اليوم بمدينة القاعدة الدورة الأولى لتنمية المهارات الإسعافية لعدد 30 من مسؤولي الصحة المدرسية والطلاب بمدارس المديرية. المشاركون في الندوة أو في الدورة عبروا عن تقديرهم لجهود معهد دلتا ساينس المنفذ للدورة ولصندوق تنمية المهارات على هذه البادرة الاجتماعية الهامة. وأكد مدير التدريب في الصندوق أنيس العقفي بأن الهدف من الدورة هو رفع الكفاءة الصحية في المدارس. للأسف أصبح المنتخب الوطني لكرة القدم أول المودعين لمنافسات بطولة خليجي 21 لكرة القدم إثر خسارته من نظيره السعودي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما أمس ضمن الجولة الثانية لمجموعة الثانية للبطولة التي تستضيفها مملكة البحرين.
أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. وزارة الداخلية: الشعب لن يرحم من يسعى إلى عرقلة مسيرة الوطن. جهود في الحديدة لمحاربة التهريب وحملة في المحويت لإنهاء التقطعات. لكم مني كل منى والتحية، نلقاكم في النشرة الثالثة الساعة 9:30 بمشيئة الله. السلام عليكم.